جميل، طبعا كانت معنا هذه أبرز العناوين لحلقة اليوم. رح نبدأها بانتشار ألعاب غرفة الهروب تحديدا اللي انتشرت في الفترة الأخيرة. طبعا لعبة الغرفة السرية هي تجربة جديدة من نوعها في السعودية تحديدا، وأيضا اللعبة تفاعلية مصممة لفريق مكون من 2 إلى 6 أشخاص، والهدف دائما بيكون واضح ولكنه أصعب مما تتخيل. دائما نحن نقول الخروج مو زي الدخول، والخروج من الغرفة لازم يكون في خلال 60 دقيقة. سكيب روم على مر الزمان كانت بمختلف على مختلف المنصات، كانت في ألعاب البوردز وكانت بشكل بسيط، لكن ما انتشرت وطلعت منها أبليكيشن، وظهر منها أيضا أفلام، أحد أفلام المرعبة اللي انتشرت برضو، وهي لعبة معروفة في الغرب بشكل عام، والناس يعني في ناس يعني متيمة بهذه الألعاب وعايشين قصة حب مع الرعب في هذه اللعبة، أو حتى مع الغموض، أو حتى مع التفكير وحل الألغاز. هنعرف أيضا أكثر على سكيب روم أو غرفة الهروب مع ضيفنا اليوم مشرفنا مثنى الحسيني صاحب غرفة الهروب. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ طيبة مثنى؟ الله يخليكم إن شاء الله. حياك الله. طيب بداية نوضح فكرة الألعاب، احنا ممكن نكون وصلناها بطريقة، لكن وصلها بطريقة الغرف اللي بتجهزوها. بحاول بوصلها بطريقة سهلة. هي اللعبة أنت بتخش غرفة بتحاول تحل ألغاز متسلسلة، عندك 60 دقيقة زي ما شرحت قبل شوية، 60 دقيقة بتحاول تخرج من الغرفة. طبعا المهمة ما هي سهلة، بتختلف، بس عموما الفكرة عامة انه عندك 60 دقيقة بتحل ألغاز متسلسلة 10 12 15 لغز عشان تخرج من الغرفة. طب ليش مثنى اخترت هذا المشروع تحديدا، وكيف جاتك الفكرة؟ هل كانت الأفلام اللي بتشوفها المرعبة تلهمك أنك تخترع هذه اللعبة أو تطبق هذه اللعبة هنا عندنا بجدة؟ بصراحة كيف جاتني الفكرة؟ أول شيء حبدأ بالسؤال ده، كيف جاتني الفكرة؟ أنا كنت خارج السعودية، كنت بدور على حاجة جديدة أسويها، الكلام ده 4 5 سنين بدور على حاجة جديدة أسويها، مو شيء دائما بنسويه، فخشيت في النت ولقيت اللعبة هذه ورحت، وبصراحة كانت جدا ممتعة. ليش جبتها؟ لانه بتعتمد على الذكاء اكثر من انه يكون فيزيكال وشيء كذا، بتعتمد على الذكاء، وحاجه جديده بالنسبه لنا انه تعتمد على الذكاء. مكان بتلعب بتعتمد على الذكاء. حلو. واللي ما يحل الالغاز ما يطلع؟ خلاص نقفل عليه في الغرفه. بس هي حلو انه الواحد يشغل دماغه، وغير كذا يغير البيئه وغير الجو اللي هو عايش فيه. اعتقد اي احد عنده ستريس حقيقه او عنده ضغط شويه حيفرغه في هذه اللعبه بالتفكير الكثير. بس يعني هي ستيجز، يعني حتكون زي المراحل، صحيح؟ ممكن انا ادخل اختار ايش المرحله اللي ابغاها وايش الصعوبه اللي احتاجها. طبعا طبعا، هي دائما الالعاب دي بتكون مستويات، لانه في واحد ما عمره لعب اللعبه دي ما حيكون مستواه زي مثلا شخص لعب 5 6 10 اماكن، فحيكون مستوى يبغى المستوى الادفانس شوي. طبعا الغرف هذه فيها كاميرات مراقبه لتحسب لاي طارئ. طبعا في كاميرات مراقبه، وبرضه للمساعده، يعني لمساعده التيم اللي بيلعب. اوه هنتات، يعني في هنت. في هنت طبعا طبعا، في هنت، لانه احيانا بيلعب الفريق بيوصل لمرحله مو عارف ايش يعمل. اي بالضبط، مو عارف ايش يسوي، يعني فين اروح، فين في باك اب بتساعدوه. ايوه طبعا، له عدد معين من الهنتات، وبتفرق من مكان لمكان بطريقه الهنتات حقت طريقه الليفل كمان، حسب الليفل اللي الواحد شغال عليه. طب غير حل الالغاز، ايش المفروض انه نعيشه في هذه الغرفه؟ ايش المتعه اللي ممكن، يعني انا اقول انا رايح العب هذه اللعبه اليوم مثلا، ايش المتعه اللي راح احصلها من وراء هذه اللعبه؟ المتعه بنحاول قد ما نقدر نعيشك الجو حق اللعبه، مثلا اذا كانت لعبه بوليسيه بنعيشك القصه البوليسيه، انك تكون كشخص بوليسي، اذا كانت قصه رعب بنحاول قد ما نقدر بنوصلك للمرحله دي في الرعب وفي فبتفرق حسب اللعبه. او عندكم ايش انواع الالعاب اللي يعني عندكم؟ احنا اللي عندنا الان اغلبها قصص بوليسيه وقصص سرقات، يعني الان الموجوده حاليا هذه البوليسيه غالبا. الله. او سرقات. اي عمر ممكن يدخل لكم صح؟ طبعا في البدايه هي كانت الفكره في الاساس انه للاساس اللعبه، انا زي ما قريت عنها وسالت كبار، كانت للكبار في السن. أيه. البالغين. أيه. لكن وجدوا انه جميع الفئات بتنبسط وتستمتع، يعني ما هي فئه معينه انه والله قول بالغ هو اللي حيستمتع، لا. بس في اطفال طبعا ما يتحملوا الرعب وما يتحملوا الاثاره الشديده. طبعا احنا في ليفلات معينه. ايوه طبعا، اكيد اكيد، كلامك سليم، ما حيخش على الليفل الصعب وما حتدخل الالعاب اللي فيها ممكن فيها رعب او فيها طب بعرف فين، كيف ممكن انه كيف نظام الدخول عندكم؟ عوائل، جروبات؟ وين مكانكم بالضبط عشان لو البنات تحمسوا فجاه يقولوا قريب من حلم كتبي صح؟ في كذا مكان، احنا محلنا في شارع الامير سلطان. أوكي. موقعنا احنا في شارع الامير سلطان مركز داره. فطبعا انت لما بتحجز الغرفه انت بتحجزها لشخص، الجروب بيحجز
جروب كامل له هو لحاله، هذه الساعه حقتك يعني. حلو. سواء بنات شباب عوائل، انت الساعه دي حقتك محجوز، الساعه دي كامله لك. حلو. فطبعا عادي اذا كانوا بنات او شباب او عوائل. اسعاركم كيف؟ طيب هذا اهم شيء. لا لا تخاف اسعارنا جدا، هذا اهم سؤال. يعني كم ساعه تاخذ تقريبا؟ تقدر تقول لنا سعر ولا ما يحضرك؟ لا تقريبا يعني من 100 ل 150 ريال ل 170 ريال حسب. على 6 اشخاص. ايوه حسب هذا للشخص طبعا، حسب العدد، حسب كل ما زاد العدد. مشكلتي انا ما ابغى احل لغز، ما بحد يحل معايا. انا اعشق الالغاز فوق ما تتخيل بشكل جنوني يعني، اقعد تستهويني. هذه انانيه ترى. مو انانيه بالعكس، هذا ايش دخل انانيه؟ ايوه لا انانيه مساله. انا احب لانه احب انجز الشيء بنفسي، ما احب احس انه احد ساعدني في لغز. انا ممكن يعني اقلل من شأن نفسي، اقول لا يا اخي انا ليش عقلي ما قدر احلها. فهذا شيء يخلي الواحد في اللعبه يشمل. هذه ميزتها بصراحه، انا اشوفها ميزه انه اللعب لازم يكون تيم ورك. عندك 60 دقيقه تيم ورك، اذا ما اشتغلت تيم ورك، حاولت تشتغل لحالك. أيوة. ابدا ما حتخرج من الغرفه. في بالك احد تاخذيه معاك في هذه اللعبه؟ اخواتي بس مسافرين يعني. لا لا بغض النظر مسافرين ولا اخواتي. اخي مره حضحك. لا 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 احس انه فعلا جو اللعبه حتى لو ما حليت في النهايه راح تكتشف اشياء مره جديده في شخصيتك، في شخصيه اللي حولك ايضا، لانه ممكن يعني واحد منهم هو اللي يفوزك او هو اللي يخسرك في هذه اللعبه، في النهايه ممكن تنبسط منه او تحقد عليه. صحيح؟ والله من جد صح. والله فكره اني انا ادور على تصدق ممكن يعني اعرف اشخاص حولي اكثر من خلال اللعبه هذه، كيف يقدروا يفكروا. قد صادفتك احد الافكار هذه؟ او ايوه طبعا الحين هذه الفكره ان شاء الله النكست، الفكره القادمه الحين بنسويها النكست، انه بيكون في تحليل شخصيه للي بيلعبوا طبعا. اذا طلب بتحلل شخصيته بتشوف طبعا، حتى ممكن حتى للشركات يجوا الشركات بيلعبوا، غير انه ستريس ريليف بيحللوا الشخصيه، هل ممكن ده الشخص يكون قيادي، هل ممكن يكون ده الشخص لا. شكرا لكم. اخيرا في ناس ان شاء الله يا رب. والله لانه حلو الواحد انه هو، لانه في العاب الابلكيشن في الجوال ترى بتحدد شخصياتنا بشكل كبير، بطريقه لعبنا، بطريقه تحركنا، او حتى اي استراتيجيه احنا بنفكر فيها. فهذه مره حتضيف يعني، لو كمان تضيفوها الواحد ممكن يحطها للسي في حيكون ان شاء الله يا رب. دحين ان شاء الله احنا بنشتغل عليها وبندور اشخاص يعني كويسين مختصين. في المختصين في تحليل الشخصيه ويكونوا مستواهم عالي، عشان بنعمل الشيء ده ان شاء الله باذن الله قريبا. طب ما جاكم يعني كذا جروب فجاه خلصوا كل اللعبه في اقل من 60 دقيقه، حطموا مثلا رقم قياسي؟ احنا عاملين زي الليفلات وقلت لك في الليفل المتوسط عندنا، احنا تقريبا متوسط وفوق، ففي المتوسط بيحلوه الشباب وبيحلوا، بيحط زي البورد اللي بيحطم الرقم، بنحط اسمه، بنحط صوره. اه فكره حلوه. بس انه الليفلات الصعبه صراحه لسه ما حد جاء، لانه جوني ما شاء الله في فريق صراحه احييهم يعني من قناتكم هنا، ما شاء الله عليهم على مستوى الخليج، على مستوى ميدل ايست كامل، الشرق الاوسط، ما خلوا مكان الا راحوا اللعبه هذه، يعني بيطلعوا مصر، بيطلعوا دبي بس عشان اللعبه. انا لسه كنت بجهز في اللعبه، هم يتصلوا متى تخلص متى تخلص. فما شاء الله عليهم يعني، اتوقع حتى العاب جده كلها ختموها. فكره سكيب روب ذكرتني بمسلسل ما هو امريكي بس مدبلج، اسمه 3% او 3% يعني 3% من الناس اللي يقصدوا. هذول 3% دائما يحاولوا الجفرمنت يحاولوا انهم هم يدخلوهم في زي كذا مسابقه والغاز، وفيها سرعه بديهه، وفيها حل للجريمه، وفيها وياخذوا صفوه الصفوه. الواحد لو يجي يفكر فيه يقول فعلا يا اخي الانسان عنده ذكاءات. ممكن انا في مجتمع الاقي ناس نسبة معينة ضئيلة هم اللي يحلوا حاجة، اكيد ليفل كبير من الصعوبة. وبالعكس يعني اتوقع هذه الالعاب ممكن يعني تفيد الواحد يختبر ذكاءه، ويكون يعني عشان وقتها من جد يعرف هو هل فعلا ذكي او فعلا غبي، وبعدين يعترف بهذه المشكلة اتوقع. بس موضوع المنافسة جدا مهم خصوصا في الالعاب. أيوة. انه فترة خلاص بعد ما نلعب اللعبة نمل منها، فما راح نعيد نكررها مره ثانيه، فكيف بتحاولوا انكم تطوروا او تواكبوا المراكز اللي مشابهه لكم؟ التجديد. حلو. اول نقطه على الغباء، انا ما اتوقع في انسان غبي، هو فيه حيكون مستوى للذكاء. سبحان الله يعني الذكاء بيفرق بين شخص وشخص. صح. ففي مستوى للذكاء فهو بيطوره لما بيلعب زي دي الالعاب، بيعمل حتى الالعاب اللي هي بتجي البازلز دي فهي بتطور في ذكائه. لكن انه غباء انا ما اتوقع، معلش مو غباء هي، لا بمزح يعني، هي اختلاف ذكاءات. صادق صادق مستويات الذكاءات، اختلاف ذكاءات، كل واحد عنده ذكاءات معينه، فهذا الشيء بالعكس. أيوه. كيف بنطور؟ احنا عندنا مع الشركه اللي عاملين معاها التعاقد، كل من سنه لسنه ونص بيعملوا لنا ابديت في اللعبه، لانه اقل من سنه فانت تكون صعب عليك انك بتغير.
لانه غالبا اللي بيجي بيجيك كل 3-4 شهور، يعني ما بيجيك كل يوم. صحيح. فهذا ان شاء الله الابديت حقنا بيكون كل سنه ونص. مثنى يعطيك العافيه، شكرا لك على وجودك اليوم معنا حقيقي. استانسنا على فكره ان شاء الله لازم نروح نلعب تراك. لا لازم، انا اتوقع لازم. طريقه تفكيرك حتضحكني، انا اتوقع انه انا راح افوز عليك في هذه اللعبه اتوقع. اوكي نشوف ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم، شرف وجودي معاكم. الله يسعدك، شرف لنا. عموما احنا فقراتنا حتستمر، لسه عندنا سوالف حاجات ثانيه اجتماعيه حنفكر فيها وممكن تصدمنا بعض الاوقات، فانتوا ركزوا عشان نشوف وجهه نظركم بعد الفاصل الرجعي.